بعد استعراض الآراء السياسية والعلمية لا تكتمل الصورة إلا بمشاركة متميزة للرجال يشاركون في صنع الواقع. ولهذا نلتقي مع مجموعة من أبرز رجال الأعمال يحدثون عن الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا في الواقع العملي. ونستهل هذا اللقاء بمداخلة من الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، شهبندر تجار أفريقيا رئيس الغرفة التجارية الأفريقية ورئيس الغرفة التجارية في منطقة الشرق المتوسط. اتفضل أستاذ أحمد. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية ألقي التحية للأساتذة الأجلاء المشاركين معنا هذا اليوم، وأتوجه طبعا بخالص الشكر للجنة تنظيم المؤتمر الثالث للاقتصاد وجائحة كورونا بجامعة طنطا، اللي حقيقي أحييها لتفاعلها مع المجتمع تفاعل حقيقي ومع متغيراته أيضا. وهنا لابد أن أشكر الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الأستاذ مجدي سبع والسادة النواب وعمداء الكليات والأساتذة الأجلاء والطلبة والعاملين بجامعة طنطا. قبل الحقيقة ما أبتدي، أنا لاحظت إن يعني إن الجامعات والأكاديميين بيعاملوا برضو القطاع الخاص زي الحكومة، يخلوها في الآخر، بالرغم إن إحنا المرضى، وأنا كمريض بمثل قطاع الأعمال، قعدت أسمع كلام الدكاترة وقعدت أسمع الحاجات اللي أنا بحس بيها والطرق العلاج، وكويس ان فضلت عايش لاخر الجلسة عشان اقدر يعني اكمل بروح معنوية مرتفعة. لكن الحقيقة عايز اقول ان انا استفدت من كل ما سمعته. انا عايز الخص يعني احمد بيه، هو الحقيقة احنا حطينا سيادتكم في الجلسة الاخيرة علشان تكون مسك الختام، علشان نسمع الحقيقة على أرض الواقع، يعني علشان نحلي بيها، وهي دي هيبقى الحاجات اللي هتقولوها هي اللي هتبني الأبحاث المستقبلية وهتبني المساهمات العلمية المستقبلية، وجايز تكون الكلام بتاعكو هو النبراس بتاع المؤتمر الجاي بإذن الله. أنا استفدت واستمتعت جدا، بس يعني الحقيقة كان لازم أنوه إن المريض لابد إن الدكاترة يسمعوه، فأنتوا هتتفضلوا الحقيقة بالرغم قلتوا كل اللي إحنا بنحس بيه من أمراض. جاءت جائحة كورونا محملة بالكثير من التحديات لاقتصاديات الدول ومؤسساتها بشكل لم يرى له مثيل من قبل في تاريخنا المعاصر. فقد بدأت كأزمة صحية وبائية لتمتد بعد ذلك تبعاتها على مدار النصف الأول من عام 2020 لتصيب الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وقطاعات الأعمال. أدى ذلك إن قطاعات الأعمال بأكمله في العمل في العالم بأسره، وخاصة مؤسسات الوسيطة مثل غرف التجارة والصناعة وتجمعات أصحاب الأعمال يشعرون بقلق بالغ إزاء العواقب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة كوفيد-19، لا سيما إن الجائحة دي جت في بداية العام بعد ما واجهنا في النصف الثاني من العام الماضي 2019 حدثين كان لهم تأثير ملحوظ على الاقتصاد العالمي، وهما
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وأيضا خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية، مما أدت هذه الأحداث المتلاحقة هذا العام والعام الماضي بإصابة العولمة بتهكتات على مستوى الاقتصاد العالمي. إن قطاع الأعمال في ظل تلك الظروف، وخاصة إنه لا يعلم متى ينتهي هذا الوباء وماذا سيخلق أو ماذا ستخلق هذه الظروف من تحديات جديدة قد تتغير فيها ثوابت البيئة الاقتصادية والاجتماعية. أيضا كانت للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول للحد من الوباء والحفاظ على صحة مواطنيها أثارها في المدى القصير من زيادة البطالة والفقر وانخفاض الدخل المتوسط للفرد وانحصار دور وتأثير فرط العولمة وانخفاض أسعار البترول وارتفاع وطرة الحرب التجارية وحرب العملات وخسائر فادحة للشركات على مستوى العام وخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعجز في الإنفاق الحكومي خاصة في العالم النامي. كل ذلك أدى إلى الحاجة الملحة لأنماط اقتصادية جديدة تتماشى مع معطيات المرحلة والتي لابد لقطاع الأعمال أن يكون مستعدا لاستيعابها، وكذلك يجب على الحكومات أن تستوعبها، وخاصة في التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. ويمكن يعني الأستاذ الدكتور بامي والأستاذ الدكتور الحقيقة أسردوا هذا الأمر، لكن الحقيقة أنا باخد عليهم إن ما كانوش واضحين في سؤالهم هل هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة كافية أم غير كافية. المهم هنرجع للحدة دي، فأنا بقول إن الحكومات لازم أن تستوعب، وخاصة في التنسيق بين السياسات المالية والنقدية مع إعادة ترتيب الأولويات والتغاضي نسبيا في هذه المرحلة عن عجز الموازنة لخلق سياسات مية تعمل على تحفيز الطلب الكلي في الفترة، وذلك لمواجهة ما أصاب الأسواق من تباطؤ شديد وأضر بالقطاعات الأساسية والخدمات، على أن تأخذ تلك السياسات في الحسبان تغيير سلوك المستهلكين الذي نتج عن التعايش مع الجائحة في الفترة المنصرمة. حقيقة أنا برضو عايز أقف في الجزئية دي وأقول يمكن الحكومة في المصرية، يعني أنا بتكلم بصفة عامة، لكن لو جينا على الجانب في مصر يمكن الحكومة المصرية في مواجهة كورونا في بداية الأزمة لقد نجحت نجاح باهر في ضمان سلاسل الإمداد والتموين، وذلك جهد يحسن لمعالي وزير التموين اللي اجتمع مع القطاع الخاص يوم 12 وبحث هذه الأمور تفصيليا واتطمن. ويمكن احنا اقترحنا ان احنا نقسم المراحل، المرحلة الأولى تمتد إلى ما بعد العيد الأضحى المبارك. أما برضو اتخذت، ما اقدرش انكر الخطوات اللي ذكرها الأستاذ الدكتور هاني الشامي والأستاذة الدكتورة نيفين، سواء كان من البنوك من البنك المركزي أو في السياسات الداعمة أو المساندة للاقتصاد،
لكن هل هي كفاية لمواجهة هذا التحدي الذي لم يراه العالم في عصر في هذا العصر؟ أنا أعتقد يمكن عشان كده بنركز على التناغم بين السياسة المالية والسياسة المالية. عايز أقول إن يمكن في 2008 كانت الأزمة مالية، يعني المريض كان عنده مرض واحد هو القلب، إنما المرة دي المريض كله من جوه تعبان، تعبان وكلى تعبانة وإلى آخره، وكان أحد وسائل العلاج هو تخفيض سعر الفايدة اللي هو النهاردة صفر. الفايدة لابد إن احنا ننظر إليها، خاصة أنا لما أشوف إن نتائج البنوك العاملة في البورصة عن أنشطتها في الربع الأول من عام 2020 خمس بنوك فوق أرباحهم في الثلاث شهور فوق الاثنين مليار. لو كان ده الفكرة هيتم لغاية آخر السنة يبقى عليه العوض القطاع الخاص في مصر، والقطاع الخاص في مصر اللي بيساهم بأكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي، واللي اكتسب الخبرة واجب على الحكومة أن تحافظ عليه لأن هو قاطرة التنمية الحقيقية. ولما كانت البيئة الاقتصادية والتجارية الجديدة تتزم بالتقلب السريع وتكنولوجيا تتغير أسرع، أصبح الابتكار والتكيف أضحى ضرورين. لذلك تعد الرقمنة والتجارات الإلكترونية والابتكار والبحث والتطوير هي روافع النمو في المرحلة القادمة. فعلى المؤسسات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة البدء في تبني الحلول التكنولوجية الذكية كسياسات للعمل عن بعد، كمثل سياسات للعمل عن بعد التي من شأنها تخفيض تكاليف ضخمة من الأعباء المالية التي يمكن أن يعد توزيعها في إدارات البحث والتطوير. ولما كانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي إحدى المحركات الأساسية لتحقيق النمو في اقتصاديات الدول العالم النامي، وهي الآن غير قادرة على التحول إلى المنتجات والخدمات الرقمية بين عشية وضحاها. لذا يجب على الحكومات ومنظمات الأعمال والجامعات إطلاق مبادرات دعم لمساعدة هذه المؤسسات بهدف الحفاظ عليها وتطويرها عن طريق ورش عمل افتراضية لتطوير تواجدهم عبر الإنترنت في أقصر مدة ممكنة. وعلى الدول أن توفر الأطر والقواعد القانونية التي تساهم في سرعة هذا التحول. كل هذه الظروف خلقت لدى قطاع الأعمال ضبابية في المشهد، خلقت بدورها حالة مهيمنة من عدم اليقين الذي يزيد من تكلفة الاستثمار ويرفع من نسب المخاطرة في وقت يعتبر التحدي الأكبر لمصرنا الحبيبة هو خلق فرص عمل لشباب هذا الوطن، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الاستثمار. فأصبحت حالة عدم اليقين تدفع بنا حتما أن نسير وفق مناهج مختلفة عما اعتدنا عليه في السنين السابقة، وذلك لأن الاقتصاد التقليدي أي ما قبل جائحة كورونا لن يجدي للجوء إليه نفعا مرة أخرى، وعلينا أن نتحلى بجراءة في اتخاذ إجراءات حاسمة تتسم بالاستقلالية والتجديد، وخاصة فيما يخص مناخ الاستثمار، أخذا في الاعتبار
المنافسة بين دول الجوار في آليات جذب الاستثمار، خاصة بعد أن أصبحنا نملك بنية تحتية جاذبة له. علينا إعادة النظر في البنية التشريعية وعلى رأسها قوانين الاستثمار والضرائب والتأمينات والعمل، وكذلك البنية الإجرائية وعدم منافسة أجهزة الدولة المختلفة للقطاع الخاص واستبدالها بإطلاق شراكة فعالة بين هذا القطاع والقطاع الخاص للتغلب على نقص الوصول إلى التمويل، استفادة من خبرة القطاع الخاص لتحسين الأداء العام. أخيرا، أين أن نسير وفق مناهج مختلف عما اعتدناه، وذلك أن الاقتصاد التقليدي أي ما قبل جائحة كورونا لن يجدي للجوء إليه نفعا مرة أخرى، ويحتم علينا أن نتحلى بجراءة في اتخاذ قرارات حاسمة تتسم بالاستباقية والتجديد، إيمانا منا بأن السالف لن يعود مجددا، وهو ليس بالأمر الهين، فسوف يكون هناك دائما الذين لا يستطيعون قبول ما يمكن أن يكون وما يمكن أن يحمله المستقبل من فرط في طياته، أولئك سيكونوا الأكثر تضررا. حفظكم الله وحفظ شعب مصر الحبيب والشعوب الأجمع. ألف شكر معالي أستاذ أحمد الوكيل على هذه المداخلة القيمة. نشكر حضرتك. في نفس الوقت نرحب بالأستاذة الدكتورة رانيا كيلاني زميلتي وأختي العزيزة في رئاسة هذه الجلسة، وأديلها الميكروفون. تفضل يا دكتورة رانيا. وشهادة تقدير بسيطة من جامعة طنطا ولجنة المؤتمر للأستاذ أحمد الوكيل على مجهوده وعلى وقته الثمين وما أمتعنا به من مداخلة. شكرا أستاذ أحمد. إنسان أزمة مواطن، أزمة معيشة، بعد ما كان في الفترات السابقة بنجد ان احنا دايما بنوجه العمل من اجل التنمية المستدامة، ولكن الان اصبح بعد ازمة كورونا في ظل خطر صحي عالمي يواجه العالم بشكل كبير، بنجد ان احنا بيتحول هذا العمل من اجل انقاذ الارواح واصلاح سبل العيش. فطبعا كان لابد ان احنا نتطرق الى هذه المداخلات اللي بعتبرها هي مسك الختام في الجانب الاقتصادي، حيث نجد ان المداخلات طبعا مليئه بالخبرات الاقتصاديه والكثير من الموضوعات الهامه، وده هيجاوبنا طبعا على الكثير من الاسئله في مواصفات سوق العمل بعد ازمه كورونا وازاي سوق العمل هيواجه هذه الازمه. معانا الاستاذ الدكتور محمد السيد، مستشار التخطيط الاستراتيجي والمدير العام السابق لشركه اسك الهندسيه. اهلا بسيادتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا من حضرتك ازاي سوق العمل بعد أزمة كورونا هيتم مواجهته لهذه الأزمة، ومواصفات سوق العمل اللي هيكون قادر على مواجهة هذه التحديات. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة طبعا تمنياتي لحضراتكم والأهل والمصر والعالم جميعا بالسلامة من جائحة كورونا، اللي هي الحقيقة يعني كان تأثيرها سلبي جدا على بيئة الأعمال مع الأسف الشديد. الحاجة الثانية، أنا مش عارف أنت قلت كل حاجة، أنا مش عارف أقول إيه بقى، أنت خلصت الكلام. يعني أنا قاعد من الصبح أسمع أساتذتي وهم بيتكلموا كلام شيق جدا وكله فاليو آد. فخليني أحاول أرخص رؤيتي للوضع في بيئة الأعمال بعد أزمة كورونا، وخليني ابدا بايضاح ان في ثوابت موجوده حاليا
لا يمكن تغافلها واحنا بنتكلم عن ازمه كورونا. اول حاجه ثابته بالنسبه لنا ان احنا لحد هذه اللحظه ما فيش عندنا فاكسين خاص بعلاج الفيروس اللعين مع الاسف الشديد. في حاجات فيري بروميسنج وفي شغل على مستوى عالي جدا وتعاون دولي بشكل كبير جدا، ولكن حتى هذه اللحظه ما حدش عارف البرنامج ده الديدلاين بتاعه امتى. فبالتالي لازم النصيحه دايما لبيئه الاعمال عشان تنجح انها تفترض ان البرنامج ده ممتد لفتره مش قصيره، وبعد كده لو ربنا يسر الحال ان شاء الله ربنا يرفع عننا يبقى بيئه الاعمال جاهزه وواجهت المشكله بشكل كويس جدا. الحاجه الثانيه اللي احنا لازم نوضحها ان احنا في مصر من الحاجات الايجابيه الشديده الايجابيه في مصر، اول حاجه ان الحكومه عملت اصلاحات اقتصاديه بدات فيها من فتره قبل البانديميك، فبالتالي وكان في رؤيه ل 2030 الدنيا رايحه ازاي وماشيه ازاي، وكان في سياسات تم تطبيقها فعلا بالفعل قبل ازمه كورونا، والكلام ده كان له الحقيقه تاثير ايجابي على التفاعل بتاع الدوله ومواجهه ازمه كورونا. ما فيش حد يقدر ينكر ان مصر من البلاد الغنيه بالموارد الطبيعيه جدا، ولما اتكلم على الموارد الطبيعيه احنا كلنا عارفينها، بس انا هخص فيها كمان العنصر البشري الحقيقه اللي هو احد من وجهه نظري الركيزه الاساسيه اللي ممكن تقوم عليها اي تنميه. ولو في دول بتقابلها اي مشكله لو العنصر البشري مدرب ومطور وفاهم هو بيعمل ايه، الحقيقه الكلام ده هيكون له يعني تاثير ايجابي شديد جدا في هذا الموضوع. احنا شايفين ان احنا الفتره اللي فاتت من الثوابت كمان ان احنا دايما المشكله عندنا هي مشكله الطلب على المنتجات والسلع وخلافه. العرض سهل جدا ان الشركات تشتغل بسرعه وتنتج احتياجات الناس، فبالتالي الجزء الرئيسي اللي احنا لازم هنفكر فيه كتير جدا جدا هو ازاي يتخلق داله الطلب عشان تقدر تتقابل مع العرض ويبدا يجي الاكوليبرم والدنيا تشتغل بشكل مظبوط. كلنا شايفين كمان من الثوابت اللي موجوده ان العولمه والجلوباليزيشن هيبدا لو طبعا مش هيختفي ولكن تاثيره هيبدا يقل، ان كل دوله هتحاول تبقى قائمه بذاتها تحل مشاكلها الداخليه اللي خاصه بيها، وده حاجه ما نقدرش نغفلها. كمان احنا شايفين ان لو بصينا على العالم بصفه عامه وعلى مصر كمان هنلاقي ان البانديميك كان فيه صناعات تاثرت بشكل سلبي، ولكن كمان في صناعات تاثرت بشكل ايجابي. يعني النهارده مثلا لو بصينا على موضوع التكنولوجيا وشركات الكوميونيكيشن والشركات التكنولوجيا هنلاقي انها الاسهم بتاعتها والايرادات بتاعتها وخلافه احرزت تقدم رهيب جدا جدا في هذا الموضوع. فبالتالي موضوع ازمه كورونا اللي احنا فيه هنلاقي دايما فيه اوبورتيونيتيز وهنلاقي فيه مشاكل، فاحنا دورنا الحقيقي في بيئه الاعمال ان احنا نشوف الاوبورتيونيتيز اللي هي موجوده نقدر ناخدها بشكل كويس وسريع، والمشاكل اللي هي موجوده اللي هي الثريتس اللي موجوده في البيزنس ازاي ان احنا نقدر نتغلب عليها بشكل ما وبحلول فيها اتخاذ قرار سريع، لان من غير ما يحصل كده احنا مش هنقدر نروح اي حته خالص. انا شايف ان احنا في بيئه الاعمال في مصر قد يكون ما حدث من كوفيد 19 قد يكون له شكل ايجابي جدا في تعظيم احلال الواردات. احنا النهارده بيئه استهلاكيه عاليه جدا وما شاء الله عددنا كعنصر بشري هايل ومتوسطات اعمارنا مقارنه ببقيه العالم اعمار قليله وشباب ومجتمع شاب وجميل. فبالتالي انا النهارده قد يكون ما يحدث بيئه الاعمال هو يدفع ان انا اعمل سياسه احلال للواردات وزود فيها كمان المنتج نسبة المكون المحلي، لأن النهاردة أنا النهاردة شايفين مشاكل في اللوجيستيك، مش عارفين السبلاي هيحصل له إيه بره، فأنا بتهيألي إن إحنا من الجزء الأساسي إن إحنا نعظم من قدراتنا اللي أنا ذكرتها لحضرتك قبل كده، وإزاي إن إحنا نشتغل عليها على أساس إن إحنا بدل ما إحنا بنستورد كم هائل من السلع، لا نعمل لها إحلال ونبدأ ننتج منتجاتنا. ونبدا النهارده هنوفر هارد كرنسي، مش هيبقى عندنا فيه جزء اساسي من العمله بيخرج بره، بالذات مع الزملاء كلهم تكلموا على المشاكل الاقتصاديه والعمله اللي بدات تقل عشان تحويلات المصريين والسياحه والقطاعات اللي تم يعني الاضرار بيها بشكل كبير جدا.
انا شايف ان احنا لازم نبذل مجهود اكتر ونعمل ويعني نسرع اكتر باحلال الواردات. احنا دايما التغيير بيجي من الضغوط وسرعه التغيير بتيجي من الشعور بالخطر. فانا شايف ان احنا النهارده مع شعور بيئه الاعمال بالخطر لازم تحصل دراسه سريعه وتغيير سريع جدا بخطوات مدروسة ومخططة ومحددة، محددة المسار ومحددة القطاعات لإحلال الواردات. الجزء المهم اللي احنا لازم نركز فيه النهاردة حاجتين مهمين جدا، انا شايف لازم يكون في تركيز على الكواليتي. احنا احد المشاكل اللي بتقابلنا احيانا في الصادرات وخلافه ان الكواليتي مش كونستنت، واي حد بيعمل برودكت عايز يصدره او عايز يقدمه للسوق المحلي لازم يكون عنده كواليتي ثابته على اساس تبدا الناس تثق في هذا النوعيه من المنتجات. انا شايف ان احنا لازم كمان في بعد اجتماعي في هذا الموضوع اللي هو يعني لازم يسوق المنتج المصري للمصريين قبل ما يسوق للجهات الخارجيه. وانا اعتقد ان علماء الاجتماع لهم يعني لازم يكون لهم دور كبير جدا في هذا الموضوع، لان بناء حلقه الثقه ما بين المنتج المصري والمستهلك المصري بعافيه شويه، ولازم يحصل لها جزء من التعظيم زي ما احنا بنعمل ماركتنج للبرودكتس بتاعتنا بره في العالم كله وفي البلاد المختلفه، لازم نعمل ماركتنج للبرودكت بتاعنا في مصر، ولازم كمان المنتج المصري يساعدنا بان هو يدينا حاجه بكواليتي مظبوطه وبسعر تنافسي. المشكله جزء كبير من التسعير في مصر ان الشركات بتفكر، ودي بعتبرها الشركات الخاسره يعني، بتفكر تشوف هي تكلفتها كام وبعد كده تحط عليها مارجن وتحدد سعر البيع على هذا الموضوع. ده مش طريقه صح خالص في البيزنس. البيزنس بيتكلم على المفروض الناس يشوفوا السلعه التنافسيه بتتباع بكام ويبدا هو يعمل باكورد كالكوليشن يشوف ازاي ان هو هيوصل لسعر زي ده او احسن من ده بكواليتي لا تقل عن الكواليتي بتاع المنتج المتاح. فانا انا شايف ان احنا قادرين نعمل كده. شفنا نماذج نجحنا في تغييرها في وقت قصير جدا. مين كان يقول ان مصر هتشتغل على الاي ليرنينج بشكل واضح؟ شفنا جامعه طنطا اشتغلت، شفنا وزاره التربيه والتعليم اشتغلت. الكلام ده حصل في فتره صغيره جدا جدا، معناها ان احنا قادرين نعمل تغيرات حقيقيه فعلا في فتره صغيره لو حسينا فعلا ان احنا عندنا سيرس ارجنسي في ان احنا نطبق هذه القرارات ونشتغل عليها في ورك شوبس تفصيليه نوضح هذا الموضوع. الجزء الثاني اللي انا هكلم حضرتك عليه وده جزء مهم جدا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الامبورت سبستيتيوشنز هو حته الصناعات الصغيره. وانا هتوقف عند الصناعات الصغيره بشكل كبير جدا جدا جدا. انا شايف ان اكبر مواجهه في مصر ممكن تحصل لمشكله البطاله اللي هي في العالم كله تاثر، يعني شفنا بلاد عندها 30% بطاله وبلاد عندها 20% بطاله، واحنا رايحين في اتجاهنا في هذا الموضوع لان طبيعه القطاع الخاص وغيره ان هو دايما بيبص جزء كبير منه على البروفيتابيليتي بتاعته، فدايما هتلاقيه عايز يقلل في التكاليف لانه مش قادر يبيع اكتر، فبيلجا جزء منهم كتير لان هو يعمل لي اوفس، وبالذات العماله اللي هي اللي زي ما كان الدكتور اتكلم العماله اللي هي ملهاش عقود وملهاش تامينات وخلافه، وده جزء كبير موجود في المجتمع مع الاسف شديد. فانا ارى ان النهارده اكبر رد واكبر مساهمه في القضاء على مشكله البطاله هي المنشات الصغيره، الصناعات الصغيره والمتوسطه الاس ام ايز. وانا الحقيقه يعني انا عندي خبره في الشركات وعندي خبره كمان في شغل خاص بيا في الاستثمار الزراعي، يعني فانا قريب من ارض الواقع كمان على المستوى الشخصي كمان لنوعيه العماله اللي هي الغير منتظمه وخلافه. فانا انا كنت اتمنى ان 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 اكشوالي المشكله الكبيره اللي موجوده وده لازم الدوله لها دور كبير جدا فيه هي التناغم بين قطاعات المجتمع المختلفه وتقديم المعونه الفنيه للصناعات الصغيره. حضرتك لو بصينا للصناعات الصغيره هنلاقي انها في الغالب ما بتحتاجش راس مال كبير، ولكن هو محتاج ان هو حد يقول له انتج المنتج ده بالكواليتي دي وانا هساعدك في التسويق بتاع هذا المنتج. واعتقد ان ده جزء من الاجزاء الاساسيه اللي لازم يتم العمل عليها بشكل كبير جدا. وانا اعتقد كمان ان 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 الريبورتنج لاين للصناعات الصغيره لازم يكون له اب، زي ما جينا في مرحله مثلا في قناه السويس وخلافه عملنا ريبورتنج لاين مختلف عشان يسهل
اداء العمل. انا بتهيالي ان الصناعات الصغيره محتاجه ان يكون لها ريبورتنج لاين مختلف يسهل لها هذا الموضوع. الجزء الثاني اللي انا شايف فيه اوبورتيونيتي بالنسبه لنا كمان في الفتره دي هي في موضوع الاكسبورت. احنا عندنا ميزات نسبيه من اهمها الموقع الجغرافي بتاعنا، وعندنا عالم فيه مشاكل صراعات ما بين الولايات المتحده والصين وخلافه. انا اعتقد ان احنا محتاجين ان احنا نستفيد من هذه الصراعات، ان احنا نجذب رؤوس مال تيجي تستثمر وتنتج هنا في مصر، وممكن في هذا الوقت يتم عمل سياسات ماليه تعمل لهم اتراكشن وتخلي الانفستمنت ده جزء كويس جدا جدا جدا. لازم نبص على التكاليف بتاعتنا زي ما اتكلمت، ان التكاليف بتاعتنا اي منتج بيتباع بره مصر للتصدير الناس بتفكر في السنت، مش بتفكر في تكلفته زاد نص دولار او نقص دولار او الكلام ده كله. فبالتالي لازم نفكر بشكل كبير جدا على التكلفه بتاعتنا، ولازم نفكر على الكواليتي بتاعتنا. طيب ده الفرص اللي انا شايفها بالنسبه لسوق العمل. نصايحي للمنشآت للقطاع الخاص والمنشآت العامله في مصر بصفه عامه، انا شايف ان لازم كل منشأة تعمل مواجهه حقيقيه للموقف الحالي. كل منشأة لازم تعمل سوات اناليسز لها، تشوف النهارده انا قوتي فين، انا ضعفي فين، الاوبورتيونيتيز موجوده فين، الثريت موجود فين، وبناء على هذا السوات اناليسز لازم تراجع هي المفروض تعمل ايه. يعني خليني اقول لحضرتك ان في بعض الاحيان قد يكون الخساره الحاليه هي اكبر مكسب ممكن، وده حاجه معروفه في البيزنس. ممكن ابقى انا اختار مثلا ان انا اكزيت بزنس بشكل معين او سويتش اغير من بزنس لاين لبزنس لاين تاني. الكلام ده لما انا بختار اعمله ممكن ابقى انا هعمله هخسر النهارده بس هكسب بكره، او هخسر النهارده اكس وكنت هكسب اكس كنت هخسر بعد كده اكس ملتبلاي 10. فبالتالي الديسيجن ووقت اتخاذ القرار مهم جدا في هذا الموضوع. الجزء اللي بوصي بيه كمان قطاع الاعمال بشكل كبير جدا هو تشجيع الموظفين بتوعها، الانجيجمنت بتاع الموظفين طبعا، مدى ارتباط الموظف بالشركه ولا لها، ده حاجه مهمه جدا جدا جدا. الجزء اللي بوصي بيه كمان ان لازم الشركات تشجع على الانوفيشن، الابتكار هو الحل. الشركه اللي هتقعد في الفتره اللي جايه دي تفكر ان انا النهارده انا مثلا في قطاع السياحه وانا هستنى لحد ما قطاع السياحه يرجع تاني يتعافى، والكلام ده اولا ملوش ديدلاين، وهبدا افكر ان النهارده خلاص خلينا بقى نقعد قاعدين كده ناخد سبسيدز ونشتغل على الحته دي لحد ما قطاع السياحه يتعافى ونشتغل سياحه تاني، ما ينفعش. لازم يكون في باك اب بلانز للشركات. الشركه النهارده عندها مثلا السياحه الداخليه، هل النهارده السياحه الداخليه بتعامل معامله حسنه؟ هل السائح الداخلي هنا بيلقى الضيافه المطلوبه، ولا احنا عندنا مشكله في ضيافه السياحه الداخليه؟ فلابد ان احنا النهارده الشركات تواجه نفسها بالحقيقه. الشركات اللي هي قادره انها تغير او تطور في نوع الخدمه اللي بتاديها اعتقد هيكون لها دور كبير جدا. قطاع النقل اللي كان بينقل مثلا في السياحه وبقى عنده مشاكل في السياحه يبدا يشوف يقدر ينقل في مكان تاني ايه. فانا شايف ان الشركات كمان لازم تفكر وتفهم كويس جدا انها لو بدات تعمل لي اوف، ولو بدات اكشولي انها ترفض ناس كتير عشان تقلل التكاليف وخلافه، الشركات دي زي شوتنج ذيم سيلف ان فوت. لان في النهايه لو كل الشركات بدات تقلل الناس وخلافه ما بقاش في فلوس في البلد بتلف، فبالتالي المنتجات هتبدا تقل، وهنبدا اكن واحد عمال بيخنق نفسه بحد كل يوم بعد اليوم اللي بعديه. الشركات لازم تفكر بشكل كبير جدا في انها بدل ما تعظم الربح على الوحده، لا تحاول انها تقلل هامش الربح على الوحدات، ومع تقليلها لهامش الربح على الوحدات تعمل معدل دوران اكتر، سواء بقى مبيعات في السوق المحلي او في التصدير بشكل كبير جدا. اخر الجزء بعد كده اللي انا بعد ما واجهت الكلمه للشركات، الحكومه الحقيقه من الحاجات الجميله اللي فيها زي ما قلت انها كانت بادئه في رؤية 2030، وفي حاجات كتيرة جدا من اللي حصلت متسقة مع اللي حصل. يعني لو ما كانش فيه النهاردة ان احنا قللنا السبسيدز في حاجات زي قطاع البترول واشياء اخرى، وما كناش عملنا بنية تحتية وعملنا الطفرة النوعية اللي موجودة في الكهرباء، اعتقد ان احنا كنا بقى في مكان تاني خالص. وده كان واضح في دليل صغير جدا ان وجود المنتجات في الفترة بتاعت بعد كورونا، الحمد لله ما حدش قابله ازمة في هذا الموضوع. ولكن انا شايف ان دكتور محمد جدا
دكتور محمد حضرتك انت حضرتك فاجئتنا بجد يعني خدعتنا، قلت لنا ان ما عادش فيه كلام وحضرتك ما شاء الله يعني قدمت رؤية استراتيجية بجد يعني مش عارفة اقول لحضرتك ايه، بس يعني الوقت للأسف يعني بتاعنا خلص من زمان، وانا مستمتعة بالكلام واعتقد ان الناس كلها قاعدة مستمتعة بالمداخلة اللي بتدل على ثقافة علمية عملية ناتجة من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع، وده اللي أنا قلته في البداية إن فعلا دي يعتبر أهم سيشن، لأنه ده بيكون من خبرات المشاركين الواقعية بالفعل. فاجئتنا يا دكتور محمد وقدمت لنا مش مداخلة عادية، قدمت لنا بجد رؤية استراتيجية قوية أعتقد إن هي محتاجة يعني جهات كتير جدا لتنفيذها. رائع بجد فعلا المداخلة بتاعت سيادتك، واعتقد ان حضرتك برضو وجهت كلمة بالضمن يعني ما شاء الله الثقافة العالية ان انت وجهت كل القطاعات وكل تقريبا التخصصات، وكان منهم دور لينا احنا بتوع علم الاجتماع ان احنا لازم نحاول ان احنا نشكل وعي او نساعد في تشكيل وعي المواطن في عملية العرض والطلب وثقافة الاستهلاك. وحضرتك ما شاء الله برضو جاوبت في الجزئية دي من خلال مشكلة المخاطر أو شعور الإنسان بأزمة المخاطر، ودي هي اللي ممكن يستغلها فعلا كل القائمين على عملية نقول العرض والاستهلاك، لأن هي شعور الإنسان أو المواطن بالخطر هو اللي بيخليه يعي تماما بالجانب المفروض أو سلوكه الاجتماعي المطلوب منه اللي بيكون داعم فيه لهذا الوطن والاقتصاد بلده. طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا جدا، والقائمين على المؤتمر بيقدموا لحضرتك شهادة التقدير بجد لهذه المشاركة القيمة، وبنشكر سيادتك وبنتمنى لسيادتك كل التوفيق. شكرا دكتور محمد. شرف ليا وانا اسف على الاطاله خالص. شكرا دكتور محمد، الف شكر الف شكر. تحياتي لسيادتك. اتفضل دكتور اسامه. اتفضل دكتور رانيا. شكرا دكتور محمد السيد، كانت محاضره قيمه واستمتعنا بها جدا، وحقيقي محاضره من ارض الواقع. الان يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ منتصر زيتون في محاضرة عن مستقبل قطاع السيارات في مواجهة جائحة كورونا. الأستاذ منتصر خبرة جامدة جدا، هو عضو الشعب العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس الإدارة لرابطة تجار مصر، وبالتالي هيكون أقدر واحد إن هو يتحدث عما يحدث في سوق السيارات في ظل هذه الأزمة الجائحة. السلام عليكم. أستاذ منتصر أسف معانا 10 دقائق. تفضل يا فندم. الأول بتوجه بالشكر لفريق العمل من القامات العلمية والاقتصادية القائمة على المؤتمر والسادة المحاضرين والسادة الضيوف. الحقيقة أنا أتكلم على ما واجهه قطاع السيارات على مستوى العالم، وبعد كده ما واجهته مصر من أزمة اقتصادية في هذا القطاع. واجه قطاع السيارات أكبر التحديات في التاريخ الحديث من أزمة اقتصادية في أكبر الاقتصاديات التي تقوم عليها دول، وهي صناعة السيارات، حيث بدأ الأمر في مدينة ووهان وهي نقطة الصفر لفيروس كورونا كوفيد 19، حيث تعتبر هذه المدينة هي مركز لصناعة المليارات من الأجزاء في صناعة السيارات ومركز التوريد لجميع مصنعي السيارات على مستوى العالم، حيث يتطلب لإنتاج سيارة واحدة ما لا يقل عن 30,000 قطعة، ونتيجة العولمة أصبحت جميع مصانع السيارات لكل الماركات في على مستوى العالم تعتمد على توريد مكون الإنتاج من دول متعددة تتصدرهم الصين. وعندما توقفت مصانع الصين ترتب عليها إغلاق كامل لكل مصانع السيارات على مستوى العالم.
بدأت بمصانع سانغيونغ موتورز ثم صناعة السيارات بكوريا الجنوبية، قامت بتعليق صناعة السيارات هونداي وكيا لحين توافر مكونات الإنتاج، وتلت توقف العودة الصعبة بعد انتشار جائحة الكورونا بتقليل عدد العاملين وتخفيض الإنتاج. وقفت بعض خطوط الإنتاج أيضا، شركة تويوتا أغلقت 12 مصنع في الصين، منهم 4 مصانع سيارات و8 مصانع مكونات إنتاج، وتلاها بعد كده 83 مصنع في أمريكا الشمالية بسبب مخاوف انتشار جائحة كورونا والانخفاض المتوقع في الطلب على السيارات والشاحنات الجديدة نتيجة لذلك. وعلى سبيل الحصر، هناك شركة فولكس واجن أغلقت كامل مصانعها في أوروبا ويعمل بهم 63,000 شخص، منهم مصنع في ألمانيا يعمل فيه 20,000 شخص، قام بالإغلاق لمدة شهر ونصف وعاد ب8,000 عامل من أصل 20,000. هذا المصنع كان ينتج سنوياً 700,000 سيارة، أي ما يقرب من 3,500 سيارة في اليوم الواحد. عندما عاد أحدث 100 تغيير في طريقة عمل المصنع ليراعي البعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية والحفاظ على العاملين، ليبدأ إنتاجه 1,400 سيارة أسبوعياً بدلاً من 3,500 سيارة يومياً. وبعض الشركات الكبرى قامت بتسريح عدد العاملين عليها. فعلى سبيل الحصر، مجموعة رينو الفرنسية أعلنت عن تسريح 15,000 موظف حول العالم، من ضمنهم 4,600 موظف داخل فرنسا فقط، وذلك لتقليص النفقات. أما عن السوق المصري، فبدأت الإجراءات الاحترازية مع الحظر والإجراءات التي قامت بها الدولة عندما أغلقت وحدات المرور على مستوى الجمهورية بعد انتشار الفيروس ومكاتب الشهر العقاري، وترتب على هذا الإيقاف إغلاق كامل لاستجارة السيارات، حيث تعتمد السيارة في البيع والشراء على إدارة المرور ونقل الملكية عن طريق الشهر العقاري، فبالتالي ما فيش أي إجراءات رسمية في ملكية السيارة. ترتب على الأمر إغلاق كافة معارض السيارات، الأمر اللي بيخلينا نطلب ضرورة التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وأتمنى أن تكون دي توصية من التوصيات الخاصة بالمؤتمر، ضرورة التحول للحكومة الإلكترونية في كافة الجهات الإدارية التي تتعامل مع الجمهور، لأن دي لو كانت موجودة بالفعل كانت خففت الأمر ده وما عرضتناش للأزمة الكبيرة اللي احنا فيها. قطاع السيارات حجم الاستثمار فيه في مصر 3 مليار دولار ما بين خطوط إنتاج وصناعات مغذية. فتوقف على إغلاق المعارض والإغلاق المرور، توقف عليها إيقاف 18 إنتاج للسيارات في مصر ولفترة طويلة جدا، ورأت الدولة والحكومة إن ضرورة إعادة تشغيلهم حتى لا تنهار هذه الصناعة. وعدت بالفعل بطاقة أقل وبإجراءات احترازية كبيرة كلفت كثير من المبالغ، وعدت بتخفيض عدد كبير من العمالة حتى يتمكنوا من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وأدى الأمر طبعا بعد العودة بدأت الصناعة تواجه مشكلة كبيرة، وهي مشكلة عدم توافر قطع الغيار الذي ترتب على إغلاق المصانع العالمية، بل اختفت كثير من أنواع السيارات في السوق نظرا لعدم وجود إنتاج خاص بها، لأن إحنا زي ما قلنا نتيجة العولمة إن ما فيش مصنع على مستوى العالم عنده مكون إنتاج أو متوفر عنده، لازم تكون من خلال من كذا دولة. ترتب على ذلك ان لحد النهارده في موديلات 21 كتير ما نزلتش السوق، طبعا
بعد للاسف كثير تخفض قروض السيارات لضمان حتى تخفف المخاطر. يعني طبعا في نشاطات كثيره متوقفه، كانت متوقفه نتيجه الحظر، هي هتبدا ان شاء الله تشتغل من بكره. فمن الطبيعي ان البنك يوقف قرض لصاحب مثلا جيم، يعني ده مش هيقدر يديله قرض لانه مش هيقدر يلتزم بالاقساط بتاعتها. فلما رجع النشاط تاني كان في برضو بعض المعوقات، واهمها هي قروض السيارات من البنوك، لان طبعا ما عادش في قرض، مش اي حد بياخد القرض للاسف. بالإضافة طبعا للمصاريف الكبيرة اللي تكبدتها المعارض والمصانع نتيجة العودة، نتيجة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على العمالة، ضعف حركة البيع والشراء، لأن أصبح هناك طبعا بعض الأسر اللي كان بيحلم يركب سيارة، أصبح قيمة السيارة نفسها أصبحت محفظة عنده أو لضمان المخاطر اللي ممكن يواجهها هو وأسرته من جراء هذا المرض. ولتقليل المخاطر توقف على شراء السيارة. ما يقدرش النهاردة واحد يشتري سيارة وهو في احتياج قيمة السيارة نفسها لمواجهة مرض ده ممكن يلحق به أو بأسرته. الحقيقة ده برضو بيخلي ضرورة الاهتمام بالتأمين الصحي ليكون أمان لأي واحد في مواجهة كارثة مثل وباء الفيروس كورونا. بعض الشركات كمان في القطاع الخاص والقطاع العام التي تعمل في السيارات باتت مهددة بالإفلاس بالفعل نتيجة الإجراءات الاحترازية والظروف التي مرت بها صناعة السيارات. موضوع التعايش مع المرض والاعتماد على وعي الشعب طبعا موضوع مش سهل. يعني احنا طبعا موضوع ان احنا هنفتح بكره وكله هيبدا يشتغل تاني مع الظروف اللي البلد فيها موضوع صعب مش سهل. لو وعي كبير من الشعب المصري، ونتمنى ان شاء الله ان الامور تعدي على خير. يعني طبعا الدولة قامت بدور كبير جدا رغم ان ايراداتها قلت نتيجة انها كان طبعا توقف كل النشاطات دي ادى الى قلة واردات الدورة. كل الاماكن التجارية دي بتدفع ضريبة مبيعات، بتدفع ضريبة ارباح تجارية، كل ده توقف. شركات السياحة، شركات الطيران، الاجراءات اللي اخذتها لمواجهة الجائحة، فما كانش في حل غير انها تواجه الامر بالتعايش لمواجهه الاقتصاد وعوده الاقتصاد. احنا كلنا بنتمنى عوده الاقتصاد الى الافضل، وبتمنى تعافي سوق السيارات واقتصاد من اكبر الاقتصاديات في مصر. فهذا النشاط يدر للدوله كثير من الارباح وكثير من الايرادات من خلال الجمارك ومن خلال توطين الصناعات المغذيه حتى تقوم الصناعات الأساسية في مصر، صناعة السيارات، وحتى لا نواجه أزمة توريد القطع من الخارج. فعلى الأقل لازم نوفر المنتج من قطع الغيار حتى نستطيع تشغيل مصانع السيارات دون توقف، وحتى لا نواجه أزمة النقص في المكون المحلي الذي يأتي من الخارج. شاكر جدا لحضرتكم، واتمنى النجاح النجاح الكبير للمؤتمر اللي بدا من اول جلسه بالفعل، وارجو ضروره التوصيه بضروره التحويل الى الحكومه الالكترونيه في كافه الجهات الاداريه التي تتعامل مع الجمهور، وده هيخفف كتير قوي من انتشار الوباء، وهيكون مستقبلا اسهل في مواجهه ازمه زي الازمات دي لو تكررت لا قدر الله.